بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم متابعيني متابعين قناة يوميات دودو. النهاردة بصراحة يوم سعيد جدا بالنسبة لي. النهاردة زادت أفراد العيلة فرد جديد، حابة أن أنا أعرفكم عليه. صديقي وحبيبي الجديد زي ما انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي هو عصفوري الجديد بسابيسو، اسمه بسابيسو. سبب التسمية طبعا هحكي لكم عليه بعدين يعني في فيديو تاني. طبعا ده اشتريته امبارح من محل الطيور زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. طبعا كنت حريصة وانا ان انا بشتريه، طبعا بكون حريصة على مجموعة من الحاجات يعني قبل ما بشتريه. بسم الله ما شاء الله. انا عايز اقول لكم ان هو من امبارح انا شارياه وهو اولكش يبدأ ياكل دلوقتي. اول ما بدأت التسجيل سبحان الله، يعني من امبارح هو كان ممتنع. بس ده طبعا انا متعودة على كده، ان هو اساسا اي طير جديد بشتريه وكده المفروض ان هو بياخد وقت، ممكن ما ياكلش ويشرب على طول لحد ما يتعود على المكان الجديد اللي هو فيه وكده. فسبحان الله انا لسه بادئه تصوير دلوقتي واولكش فعلا يبدأ الاكل. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. مش هزعجه، خليه يكمل اكله. وعايزه اقول لكم بقى انا ليه اشتريت اصلا بسابيسو. انا اشتريت بسابيسو علشان خاطر الهانم الجميله اللي جنبه دي، طبعا حطاها في قفص تاني. الجميله فسافيسو الجميله دي طبعا دي تربيه ايدي، دي يعني دي انا ما اشتريتهاش من بره، دي كانت يعني نتاج. هعرفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه على العيله بالكامل. المهم ان فسافيسو دي كان يعني زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله هي على في مرحله الجهوزيه، يعني هي جاهزه دلوقتي وكانت محتاجه لولد. فطبعا ما كانش متوفر معايا بالنسبه للعدد يعني ذكر، فعلشان كده اشتريت لها الافندي دوت اللي هو بسابيسو ده. طبعا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين هو لسه بياكل، طبعا حقه من امبارح ما اكلش. طبعا كنت حريصه وانا بشتريه، ودي طبعا يعني النصايح لكل حد حابب او بيفكر ان هو يقتني الطيور الجميله دي ويعتني بيها. زي ما انتم شايفين ريشه بسم الله ما شاء الله متسق متناسق، الوانه زاهيه جميله. كمان لما يخلص اكله واوريكم يعني منطقه الكير وكده هتلاقوا ان الريش كامل مكتمل تماما، ما فيهوش اي يعني مناطق منحوله من الريش وكده. كمان الديل بسم الله ما شاء الله برده كامل مكتمل وزاهي، الجناحات زاهيه ومكتمله وجميله ما فيهاش ريش ناقص. كمان مهم جدا ان انا لما باجي اشتري افحص منطقه الرجول ما يكونش عليها قشور، وكمان منطقه المنقار برضو ما يكونش عليها اي قشور. طيب انا ليه حاطه ما حطيتهمش مع بعض ليه؟ يعني هو المفروض ان انا جايباهم اصلا علشان خاطر يحصل عمليه التزاوج. انا حاطاه طبعا زي ما انتم شايفين الاول في القفص اللي هو المفروض يكون معدل التزاوج. يعني لو تلاحظوا هنا هتلاقوا فيه هنا البياضه او العش بتاعهم، ويعني محاوله ان انا مجهزاه، وفي المرجيحه اهي بتاعتهم، وفي المجاسم الخشب دي كمان ما صدقت بصراحه ان انا لقيتها، قعدت فتره طويله وانا بدور على المجاسم الخشب دي لان اللي هي الوقفات يعني بصراحه صحيه جدا عن الوقفات التانيه اللي هي بتبقى من الماده من البلاستيك يعني او اي حاجه تانيه مش طبيعيه، خامات بتبقى مش طبيعيه طبعا. فهو الافضل والاحسن اللي هي الوقفات الخشب. طيب انا برضو علشان خاطر ما اطولش عليكم والفيديو ما يبقاش طويل وممل، هكمل لكم بكره ان شاء الله في بقيه اليوميات، واعرفكم انا ليه حاطه بسابيسو في قفص وفسافيسو في قفص تاني منفرد،
وهعرفكم معلومات تانية ان شاء الله من خلال خبرتي. انا بقالي يعني مش فترة مش كبيرة، بس انا بصراحة هاوية، وعلشان كده تلاقوني بقرأ كتير جدا في الموضوع دهوت. فيعني من خلال يعني ثقافتي المتواضعة هحاول ان انا ان شاء الله افيدكم بالمعلومات اللي انا عرفتها، وان شاء الله نفيد بعض ونفيد ونستفيد. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.